بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنرد أعز إخواني كلنا واحد في دفي. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حقي. مفرقة وطافيلي والعداوي مية مية جار الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية. نشمي وبالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزموا إصرار. احنا الآن موجودين في منطقة أرض صيفة تحديدا في منطقة حي الرشيد في ضيافة السيد الشيخ طارق القيروتي من محمص بن اللالا. مساء الخير يا سيدي. حياك الله، الله يمسك بالخير. الله يرضى عليك شيخ، منورنا في هذا اللقاء. بنتأمل يعني تكون من ضيوف الأعزاء تأكيدا، وأنت تمثل ابن بلد أصيل. بداية سيدي حابين نتطرق للجانب الشخصي لشيخ طارق. نتحدث أخي أبو محمد عن مكان الولادة، الدراسة، فترة الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم كيف بلش هذا المشروع مع شريكك. الله يحفظك. أنا عمري 30 عام من فضل الله عز وجل، ومواليد 86 في منطقة المشير في رصيفة. عشت في أمريكا بعد توجيهي تقريبا 7 إلى 8 سنوات تجارة مع العائلة. بعدين يعني من فضل الله عز وجل رجعنا إلى البلد. إلي صديق كان في بالمدرسة من دار اللالة اللي هم أصحاب المحامص، وقررنا نفتح هذا المحل كونهم يعني تميزوا بهاي النوع من التجارة من فضل الله عز وجل. هم بدأوا هاي التجارة من عام 1968 عن طريق جده لشريكي، فيعني هي أقدم حتى بقالة كانت بمنطقة الرصيفة. فمن فضل الله عز وجل بدأنا عليها، وإن شاء الله اجتهدنا بجودة البضائع اللي موجودة عندنا يعني كأصناف كمصادر من فضل الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. ربي لك الحمد. نعم شيخ، يعني نتحدث عن مصادركم من المكسرات والشوكولاتة يعني وما شابه. نعم. يعني بتستوردوا إيش الحساب كله من الأسواق المحلية؟ والله غالبا من الأسواق المحلية. يعني عندنا مثلا بعض الشوكولاتات اللي بنجيبها في إيش بيكون مستورد، والغالب التركيز على يعني بعض المصانع اللي عندنا بالأردن. فضل الله عز وجل في عندنا جودات عالية. أكيد. عندنا مثلا المكسرات في بعض الأصناف تحمص عندنا في المحل، وفي بعض الأصناف بنأخذها من يعني شركة معروفة بالأردن اللي هي العقاب. في عندنا كمان مثلا القهوة بنأخذها تحمص لحسابنا شركة الأندلس وغيرها من الشركات. احنا في عندنا زعتر بنستخدمه، الزعتر زعتر جنين تبع الضفة من أجود أنواع الزعتر. فالحمد لله رب العالمين نتميز يعني بالبهارات. عندنا ركن صغير جدا للعطارة كبيع فقط، يعني مش مجال عطار، احنا مش عطارين، احنا فقط يعني بنبيع للزبائن اللي عندهم وصفات طبية يعني خاصة بهذا الأمر. أتحدث شيخ عن يعني مع بداية السنة الجديدة إن شاء الله سنة خير عليك وعلى السامعين. يعني الآن الأعمال الموجودة هي أعمال أردنية ولا أعمال وافدة؟ والله أنا عندي أردنية. الأعمال الموجودة عندي أردنية. يعني غالبا احنا ما يعني كمحلاتنا احنا الحمد لله رب العالمين نتعامل مع الأعمال الأردنية. اللهم صل على سيدنا. نعم نعم شيخ. شيخ انا حاب اتحدث عن الان ما شاء الله بعد نجاحاتكم في هذا المجال وهالسمعه الطيبه بالتاكيد تحيه يعني لجميع فروع اللالا وتحديدا هذا الفرع اللي بتمتع بشعبيه عاليه بالتاكيد. طموحاتكم القادمه الان، هل من نيه للتوسع او فتح مجالات اخرى؟ والله يا اخي الحبيب، اول شيء يعني احنا بنحاول انه نتميز كما قلت يعني قبل قليل بالصنف الموجود عندنا. واحنا من فضل الله عز وجل فتحنا بالمنطقه اول ما بداوا يعني اهل اللالا او دار اللالا اللي هم الحاج سعيد اللالا وابنائه في منطقه رصيفه، في 4 فروع بمنطقه رصيفه. والان يعني كان بدايه السنه او اخر السنه 2015 فرع بطبربور، بني اللالا بطبربور هو باسم بزورية اللالا، وهذا يعني كان يعني أول توسع لنا خارج منطقة رصيفة. ومن فضل الله عز وجل لقينا إقبال لا بأس به، يعني كونه اسم جديد في المنطقة بطبربور، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أنه نستمر بالتوفيق. أنا حاب أسأل عن التمور، يعني نشاهد كما تستعرض الكاميرا الآن مجموعة من أنواع التمور، يعني من أجود أنواع التمور تستوردوها لحسابكم ولا برضو من السوق المحلي؟ لا لا، السوق المحلي يعني ما ان شاء الله ان شاء الله نوصل لهذه المرحله. بدايه احنا بنستورد او عفوا بنستخدم الاصناف الموجوده بالسوق المحلي. جميل. نعم. شيخ نحدد للساده المشاهدين موقعك واوقات الدوام من اي ساعه لاي ساعه ورقم الهاتف.
احنا موقعنا في منطقة حي الرشيد الهباهبة او مثلث الهباهبة. اوقات الدوام بتبدا يعني من الساعة بالشتاء ما بين الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساء. هذا طيلة ايام الاسبوع. جميل. وبالصيف يعني ممكن يتأخر الساعة للوقت 11-12 بالمساء. شيخ الحمد لله رب العالمين، يعني نعمة الأمن والأمان هي مميز هذا البلد. بتأكيد وعي المواطن له دور. احنا برضو نشكر جميع الأجهزة الأمنية وجهود جلالة الملك. الآن الوضع ملتهب حوالينا، نتمنى السلام للجميع ونخص أهلنا في فلسطين المحتلة رئتنا الثانية في انتفاضتهم الثالث. الآن نعمة الأمن والأمان، شيخ أنت كنت بالولايات المتحدة الأمريكية وزرت أكيد العديد من الدول. ماذا تعني لك نعمة الأمن؟ والله كثير من الناس لا يعلموا معنى نعمة الأمن والأمان للأسف. يعني من فضل الله عز وجل، إحنا ذكرت لك أنه إحنا في لنا محل بطبربور. إحنا لما واحد بيروح من هون لطبربور ممكن يشوف له تقريبا مش أقل من 3 دوريات أمنية يوقفك يطمئن أنه ما في أي مشاكل. ومن فضل الله عز وجل يعني هذه نعمة أصل الله أن نديمها على البلد وعلى سائر بلاد المسلمين. آمين آمين يا رب. يعني بالعكس بناس كثير من مصر لما الدورية توقفه هو بدي يطمئن عليك بالتأكيد. طبعا ما أنا أسعد أنا وعائلتي، عفوا منك، بالتأكيد. أنا أسعد أنه في واحد يطمئن علي بالتأكيد. أو أنه مثلا لا قدر الله أنه يكون اللي بسيارتي في مشاكل عليه ممكن يأذي ناس آخرين، فلا الحمد لله بالتأكيد. رب العالمين. احنا نتمنى السلام للجميع والله يديم نعمة الأمن والأمان يحمي هالبلد وأهل هالبلد بالتأكيد، والقائد الهاشمي طبعا وبمنخفض بعد أيام زي ما سمعنا. نتمنى يكون منخفض لطيف يعني دون أي أذى للناس. سيد طارق الغريوتي شيخ أبو محمد من محمص بن الله، أنا بشكرك على هاللقاء، نورتنا، شكرا جزيلا يا سيدي. جزاك الله خير، الله يبارك فيك، الله يحفظك، جزيلا حياك الله يا أخي.